بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: أيها المسلمون، كل زمان في هذه الدنيا إلى زوال وانتهاء، وكل حي فيها صائر للفناء، كل من عليها الفان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كم لاه والموت يطلبه، وساه قد دنا أجله، وكم غافل يرفل في ثياب الصحة يتمتع بنعمة العافية فرحا بقوته وشبابه وغناه وقدرته. لا يخطر له الضعف ببال ولا الموت في حال من الأحوال. وكم هنالك ممن زلت به القدم دون مرض أو ألم، بل أخذه الموت في لحظات دون إمهال أو انتظار، وترك هذه الدار مخلفا وراءه آمالا عريضة وأموالا عظيمة، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وكم نشاهد يا عباد الله كثرة الراحلين عنا، وكم نشيع بين الحين والآخر بعض الأقربين منا. حل بهم ريب المنون، وجاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ألا نعتبر بما آلوا إليه، فإنا إلى ما صاروا إليه صائرون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فإن الدنيا ماضية بكم على سنن، وأنتم الساعة في قرن، وكأنها قد جاءت أشراطها وأشرقت بزلازلها. فارعوا عباد الله، ما برعايته يفوز فائزكم، وبإضاعته يخسر مبطلكم. وبادروا آجالكم بأعمالكم، فإنكم مرتهنون بما أسلفتم ومدينون بما قدمتم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فاتقوا الله عباد الله، وأقبلوا على ربكم وأطيعوه، واستقيموا على دينه واستغفروه، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فاستعدوا ليوم الحساب، وتهيئوا ليوم العرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون.